عشان تبقى وصفه عندنا بجد كان لازم نتعب شويه، نفكر شويه، نبحث شويه. عشان كده جبت لكم اقوى وصفات رمضانيه من كل دول العالم. التغيير في الاكل مطلوب برضه. معايا رمضان السنه دي هيكون طعمه مش عادي. شوفوني يوميا في الاوقات دي في رمضان حول القلم على قناه ست البيت. رمضان عندنا.